السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. إطلاق الكورس الثاني الخاص في الـ PLC. هذا الكورس راح يطور عملك في موضوع الـ Automation System، وهذا الكورس راح يأهلك على كيفية التعامل مع جميع الإشارات الدخل والخارج. هذا الكورس راح نستخدم أكثر الماركات انتشارا وطلبا في العالم. هذا الكورس راح يطور عملك بشكل لا تتخيله. وأنت شاهدت المستوى الأول الخاص بالـ PLC، والآن أنت جاهز للبدء في المستوى الثاني. ولو أنت جاهز أن تتعلم جميع الأدوات هذا المستوى بعمق، فاستعد لهذا الكورس. قبل ما نبدأ بالكورس، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود تصلك الفيديوهات الجديدة. فعلى بركة الله نبدأ بهذا الكورس. بالمستوى الأول احنا تكلمنا عن الـ PLC للمبتدئين، وأيضا جميع الأخوة استفادوا من هذا المستوى وتعلموا شلون يربط الـ PLC بشكل عملي وكيفية البرمجة وما هو الـ PLC، فأخذ نظرة بدائية عن الـ PLC. فحاليا هذا الكورس راح يكون أمر سهل بالنسبة لهم. هذا الكورس راح يطور مهاراتهم إن شاء الله بشكل كبير. فإحنا بالكورس الأول استخدمنا زيليو PLC أو زيليو سمارت ريلي، وبدأنا به هذا الموضوع الشامل اللي هو الـ PLC، وكان كورس جدا ممتع لأن كان جميع الحلقات تقريبا بشكل عملي، وطبقناها خطوة خطوة وتعلمنا شلون نتعامل ويا الإشارات الدخل والخرج، وإن شاء الله هذا الكورس راح يطور مهاراتك بشكل كبير جدا. فنبدأ هذا الدرس بمعلومة أو مراجعة بسيطة على معلومات الـ PLC. احنا نعرف الـ PLC هو اختصار لثلاث كلمات اللي هي البروجرامبل لوجيك كنترولر، بمعنى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، يعني عبارة عن جهاز اوبن سورس احنا نبرمجه بشكل اللي مطلوب من عندنا. تمام، هذا اجت هاي الفكرة او الغرض من الـ PLC هو تعويض عن الكلاسيك كنترول، تعويض عن الكلاسيك كنترول، لان بالآونة الأخيرة شافهم خاصة المعامل والمصانع شافهم انه الكلاسيك كنترول ما راح يؤدي الغرض المطلوب، فبدأوا يعوضون عن الريليهات والكونتكترات والكاونترات، بدأوا يعوضوها بالـ PLC، ودخلهم هذا الـ PLC في جميع الماكينات التعبئة والتغليف في المصانع وغير المصانع. فاحنا على مود نعرف الـ PLC راح نعرفه عبارة عن جهاز الكتروني يحتوي على ذاكرة. احنا هاي ماخذيها المعلومات بالحلقة الاولى من المستوى الاول، وراح ايضا راح اخلي لكم الرابط بالوصف، تقدر تطلع هاي المعلومات بشكل اكثر تفصيلا، يعني الخاص اللي مبتدئ يطلع على ذاك على الحلقه الاولى من الكورس الاول، راح يتعلم كل المعلومات، راح يخرج من الحلقه الاولى كل المعلومات فاهمه، واللي جديد وعنده معلومات بسيطه راح يتابع الحلقه وراح يستفاد من عندها ان شاء الله. فالبي ال سي هو عباره عن جهاز بذاكره، هاي الذاكره يمكن برمجتها وتنفيذها للعمليات المختلفة، مثل العمليات المنطقية، التايمرات، العدادات، الحساسات، كل الحساسات احنا برمجناها تقريبا في المستوى الاول. فهذا الـ PLC هو انا راح ابرمج هاي الحساسات، وراح ابرمج الكاونترات، وراح ابرمج التايمرات، على شغلات انا اريدها ومطلوبة من عندي انفذها على مود المشروع مالتي. تمام، ميزات الـ PLC، احنا نعرف انه الـ PLC بميزات تختلف عن الكلاسيك كنترول. بما انه هذا موضوعنا عن الـ PLC فراح ناخذ ميزات فقط الـ PLC. ميزات الـ PLC هي عبارة عن عدة نقاط، من اهمها حجمه الصغير، يعني تلاقي حجمه صغير ويقوم بمهام جدا كبيرة، جدا كبيرة، عبارة عن حجم صغير يقوم بمهام جدا كبيرة. وايضا السهولة وسرعة في عمل التغيرات للنظام، يعني بسهولة نسوي تغيرات عليه، ما حاجة افتح واربط واغير الوايرنج مالته، ربما فقط بالسوفت وير يعني البرمجة مالته اقدر اغير نظام معين في البروجكت مالتي. ايضا الـ PLC يتميز بنظام تحكم وكشف الاخطاء متكامل. هذا النظام احنا شلون، احنا بالكورس الاول ما شفنا شلون نكشف الاخطاء، لكن بهذا الكورس يعني ربما اخذناها خاصه بالفيدباك، الفيدباك عرفنا شلون يعني الاخطاء راح تكون، لكن بهذا الكورس راح نتعامل وياها بشكل مفصل، خاصه من ندخل نربط ويا الاتش ام اي ويا السكادا ويا مشروع يعني حقيقي، راح نعرف شلون نتعامل ويا الاخطاء وشلون نكتشفها بكل سهوله. ايضا بنظام مراقبه وتوثيق فوري ومستمر،
هذا عندما يربط البي ال سي ويا السكادا ويا منظومات سكادا ويا اتش ام اي، فراح يكون عندي نظام مراقبه وتوثيق فوري، لان عباره جاي ينقل لي الصوره اللي موجوده في موقع العمل، راح ينقل لي على شاشه حاسوب او اتش ام اي، بعدها راح اراقب العمل وايضا ينطيني تقارير فوريه للمشروع مالتي. اجزاء البي ال سي، اجزاء البي ال سي يتكون البي ال سي من عده اجزاء، هاي ايضا تطرقنا لها بالحلقه الاولى لكن اعيدها على مود للتذكير فقط. اجزاء البي ال سي هي احنا عندنا وحده ادخال اللي هي انبوت موديول، ووحده المعالجه المركزيه اللي هي السي بي يو، وايضا وحدات اخراج، ووحده مصدر القدره اللي هي الباور سبلاي، وايضا يحتوي البي ال سي على وحده ذاكره اللي هو الميموري يونت. هاي الميموري يونت احنا مثل ما تطرقنا لها بالكورس الاول هي عباره عن الذاكره اللي ينخزن بيها الكود او المخطط اللي انا اصممه واخزنه بهذا، على مود يبقى السي بي يو يستمد المعلومات من وحده الذاكره. هذا المخطط جدا مهم، يوضح لك مبدا عمل البي ال سي شلون راح يكون. اول شيء احنا البي ال سي لازم نعرفه انه لازم هنالك جهاز حاسوب طبعا يكون على مود يبرمج هذا البي ال سي. هذا الجهاز الحاسوب راح يرفع الكود اللي انا ابرمجه وين؟ راح يرفع على الميموري، هذا البروجرام داتا تمام، راح يرفع وين؟ يخزنه بالميموري تمام. نخزن هذا المخطط مالتي او المشروع مالتي اللي انا صممته راح ينخزن وين؟ بوحدة الذاكرة تمام. من ينخزن بوحدة الذاكرة راح تصير عليه عملية المعالجة. عملية المعالجة من يقوم بها؟ اللي هي وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو. هذا راح ينطيني النتائج على المخرج، على الخارج مالت البي ال سي. هذا الخارج راح يكون عبارة عن الاوت، يعني الاوتبوت راح يكون عبارة عن لود او راح يكون عن مصابيح او كونتكترات او اي اشارة خارج او انفيرتر، يعني ربما راح يكون عند راح نتعامل شلون راح نتعامل ويا الانالوج اوتبوت، شلون راح نغير سرعة المحرك باستخدام البي ال سي، كلها راح نتطرق لها ان شاء الله بهذا الكورس. فعندي اوتبوت موديول تمام، هاي عبارة عن وحدة الخرج، فهو عالج لي المخطط وخرج لي على وحدة الخرج تمام. منين هذا وحدة الخرج؟ على أي أساس اعتمدت؟ اعتمدت على وحدة الإدخال. وحدة الإدخال اعتمدت على وحدة الإدخال، وعلى ضوء وحدة الإدخال أنطت الأوامر إلى السي بي يو، والسي بي يو قرر ينطيني الخرج تمام. وحدة الدخل احنا مثل ما تطرقنا إلها بالمستوى الأول هي عبارة إما تكون سويتشات أو ملامسات أو اي حساس سواء انالوج او ديجيتال. كل هاي المنظومه اللي هي الميموري، السي بي يو، الانبوت، الاوتبوت، يغذيها شيء واحد اللي هو الباور سبلاي، سواء هذا الباور سبلاي كان دي سي او اي سي يعني 24 فولت، او ربما يكون بي ال سي نفس ما تطرقنا لها انه كانت 12 فولت وربما 110 او 220. فكلها لازم تتغذى من خلال وحده تسمى اللي هو الباور سبلاي يونت. ان شاء الله هذا المخطط واضح لكم ويبين لكم اجزاء البي ال سي وشلون يعني هو جاي تجري عمليه المعالجه بشكل مفصل. انواع البي ال سي، لازم احنا نعرف انواع البي ال سي موجوده بالاسواق انواع متعدده من البي ال سي، لكن اشهرها راح يكون عباره عن نوعين، اما يكون كومباكت بي ال سي او موديولار بي ال سي. شنو هذا الكومباكت بي ال سي؟ الكومباكت بي ال سي اللي هو المدمج، يعني عباره عن وحده المعالجه وياها الكروت مالتها، وياها الكروت مالتها يعني وحده الادخال وحده الاخراج راح تكون كلها سوا، يعني كلها بجهاز واحد، يعني كلها مدمجه فيما بينها وراح تنطيني عباره عن جهاز واحد. هذا هو البي ال سي، هذا البي ال سي راح يكون من نوع كومباكت، فما اقدر اغير بيه، لا اقدر اشيل من عند الوحدات الادخال او وحدات الاخراج، وفقط يعني اقدر ربما اضيف اليه، وبعض الانواع ما تقدر حتى ما تقدر تضيف لها. فيعني عباره عن كومباكت، يعني يجي السي بي يو مدمج ويا وحدات الادخال ووحدات الاخراج. من عيب هذا البي ال سي انه ما تقدر اذا صار في عطل يعني بوحدات الادخال ووحدات الاخراج راح ما تقدر تصلحها، يعني ما تقدر تستبدلها، فلازم تستبدل
السي بي يو بالكامل، او تضيف موديول يعني خارجي، يعني تضيف وحدات دخل اضافيه للبي ال سي، او تبدل البي ال سي قلنا بشكل كامل. النوع الثاني اللي هو الموديولار بي ال سي. الموديولار بي ال سي هي عباره عن مجموعه من الكروت، يعني عباره عن كروت واحد والسي بي يو واحد، يعني السي بي يو يكون منفصل عن الـ الوحدات الادخال ووحدات الاخراج. يعني اجيب السي بي يو واحد وبعدها اجيب جهاز ثاني اللي هو مثلا كروت الادخال، واجيب الجهاز الثالث اللي هو كروت الاخراج على ضوء اللي انا اريده. فهنا من الميزه اللي الحلوه بيه انه انا اصمم لوحه البي ال سي، يعني ما يحكمني بعدد معين من وحدات الادخال ووحدات الاخراج. فالحلو بهذا النوع من البي ال سي انه يكون اني احدد الكروت اللي اريدها. ربما انا مثلا مشروع عندي فقط بي انالوج ما بي ديجيتال، فهنا شنو راح اضطر، او بالعكس فهنا شنو اضطر، اجيب فقط السي بي يو واجيب الوحدات سواء ديجيتال او بس انالوج. فهنا راح يختصر عندي يعني يعني مبلغ يكون يعني اقل من هذا النوع اذا استغليته بالمتطلبات اللي يحتاجها المشروع مالتي. وايضا من الميزات بهذا النوع يكون انه اقدر اضيف يعني عفوا اذا كان يعني عطل وحده من الكروت اقدر استبدل فقط الكرت، يعني ما يحتاج استبدل السي بي يو اللي وياه، فقط استبدل الكرت واضيف اجيب كرت ثاني واضيفه وياه، يعني فقط استبدل الكرت واضيف واجيب الكرت الجديد واضيفه ويا وحده السي بي يو. احنا لغات البرمجه مالت البي ال سي الاكثر انتشارا هي لغه لادر، تمام، لغه لادر، واكو اللغه اللي هي الاس تي ال اللي هي ستيتمنت ليست، واكو اللغه اللي هي الاف بي دي. اللغه الاكثر انتشارا قلنا اللي هي اللادر دايجرام، اللي هي يعني شلون سلمي، يعني كانما هي تكون مشابهه للغه الكلاسيك كنترول. حتى اللي يعني يعرف كلاسيك كنترول ربما يعني مقاربه جدا، مقاربه جدا وسهوله استخدامها وسهوله فهمها. اما لغه الاس تي ال هاي لغة عبارة عن كودات، يعني برمجية، لغة برمجية اكواد، وانت تبرمج البي ال سي اللي خاص بك. طبعا هذا النوع اللي بهذا الكورس نقدر نبرمجه بهاي الثلاث لغات، وان شاء الله نتطرق لها ويعني ننفذ فد بروجكت، يعني ربما يكون يعني الفرق بين ثلاث لغات، يعني برمج البروجكت مرة بلغة لادر، مرة بلغة اس تي ال، مرة بلغة اف بي دي، ونشوف الفرق اللي بيناتهم، انتم راح تحكمون ياهو الاسهل. اهم ماركات البي ال سي اللي منتشره بالعالم والاكثرها انتشارا حاليا، اكو هواي انواع من البي ال سي اللي منتشره بالعالم. اليوم راح نتطرق على اهمها، اهم هاي الماركات. من اهم الماركات هي مثلا شركه سيمنز. شركه سيمنز تقريبا تعتبر الدرجه الاولى بالعالم اللي الماركات مالتها منتشره بشكل كبير في الاسواق وفي مواقع العمل. وايضا حاليا اكو شركه اللي هي دلتا، يعني دلتا بي ال سي راح يكون يعني جدا، ايضا ان شاء الله راح نسوي كورس خاص بيه. هاي الشركه هي طبعا يعني يكون الحلو بيها انه الماركات مالتها مو غاليه كلش، فسعرها يكون مناسب، وايضا تنطي ميزات جدا حلوه بهذا الكورس، بهاي النوعيه من البي ال سيات اللي هي من شركه دلتا. فايضا احتمال نسوي فد كورس خاص بيه. الاي بي بي ايضا من النوعيات، وحاليا الاي بي بي منتشر بشكل كبير في المحطات الكهربائيه. المحطات الكهربائيه دائما يستخدمون اي بي 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 ال سي. هذا النوع من البي ال سيات منتشر، يعني انا يعني حسب تجربتي، ربما انت شفته بغير مكان، لكن حسب تجربتي في الواقع حاليا اللي قاعد نشوفه انه الشركات الخاصه في التصنيع او تجميع، حتى تجميع المحطات الكهربائيه، يستخدمون بي ال سي من نوع اي بي بي. شنايدر هم الها بي ال سيات، ومن اهم الانواع اللي مال شنايدر والاكثرها انتشارا حاليا بالاسواق اللي هو الزيليو بي ال سي اللي شرحنا عنه، او زيليو سمارت ريلي. هو مو بي ال سي حقيقي، يعني سمارت ريلي لكن يكون مقارب للبي ال سي. فمن اهم هو الزيليو على مود يكون لكم تقارب واضح، اللي هو من شركه شنايدر، وال جي، والن برادلي، واميرون، كلها شركات موجوده بالاسواق، كلها موجوده، كل الشركات هاي اللي ذكرتها موجوده بالاسواق، لكن الاغلب انتشارا هي سيمنز، دلتا، اي بي بي، حتى شنايدر، يعني ال جي هم يعني انواع، اكو بعض الاماكن يستخدمون ال جي.
تمام. هسه احنا اللي عندنا راح بهذا الكورس هو نبدي بمنتجات شركة سيمنز. شركة سيمنز بها عدة ماركة، يعني هي نفسها سيمنز بها عدة عوائل، احنا نسميها العوائل بي ال سي. من اهم العوائل اللي الخاصة بي ال سي اللي هي اللوجو، لوجو بي ال سي، هو مو بي ال سي، ايضا سمارت ريلي. فاحنا هذا راح نتجاوزه باعتبار احنا ماخذين السمارت ريلي، فهو سهل جدا، يعني حتى شكله مقارب يعني 80% من الزيرو بي ال سي. فانت اذا تريد تبرمج هذا النوع من فقط تحتاج اللوجو، تحتاج ويا برنامج اللي هو اللوجو سوفت، تمام. فتنزل مباشره، راح تتعلمه بكل سهوله، بكل سهوله. هذا راح تتعلمه، هو عباره عن سمارت ريلي وليس بي ال سي، يعني حال الزيليو بي ال سي، يعني حال الزيليو، تمام. فاللوجو هو عباره عن سمارت ريلي وبي ايضا ميزات حلوه، لكن العيب البي هو حجمه صغير، واللي يستخدم للبروجكت صغير يعني، وليس بروجكت كبير جدا. راح نيجي العوائل. احنا بالاونه الاخيره بدات تظهر عوائل متعدده من شركه سيمنز. احنا راح نشرح اهم العوائل. هذا الكورس راح نشرح بيه الستيب 7. ستيب 7 بي ايضا انواع متعدده، هي قبل اللوجو اصلا كان الستيب 5 موجود ايضا من شركه سيمنز، وتقريبا انقرض حاليا، ما موجود بالاسواق، يعني منقرض من قديم. ف سيمنز بدات تنتج اللي هي يسموها عائله الستيب 7. ستيب 7 بي ايضا انواع. الستيب 7 اكو 200، اكو 300، اكو 400، اكو 1200، اكو 1500، تمام. فستيب 7 1200 يتبرمج ببرنامج اسمه ستيب 7 مايكرو 1، تمام. ستيب 7 1200 يتبرمج ببرنامج اللي هو ستيب 7 مايكرو 1، تمام. اما ال 300 وال 400 يتبرمج ببرنامج اللي هو السكيماتيك مانجر. ال 200 ال 1200 و 1500 يتبرمج ببرنامج اللي هو تيا بورتال. وايضا البرامج بها اصدارات متعدده، ويعني الفيرجينات، فانت تشوف الفيرجن اللي يناسبك، وماكو اي مشكله بكل الفيرجينات، ماكو اي، كلها تبرمج البي ال سيات. لكن هسه حاليا احنا الكورس مالتنا راح يكون على الستيب 7 200. الستيب 7 200، هذا الستيب 7 200 شركة سيمنز هي وقفت انتاجه، لكن اكو شركات صينية بدأت تصنع هذا السي بي يو. هو من شركة سيمنز، لكن اكو شركات صينية بدأت تصنع هذا البي ال سي اللي هو الستيب 7، تمام. فهو يعني من المصدر الرئيسي توقف، بدأوا استبدلهم هذا ال 200، استبدلوه بال 1200. فال 1200 اذا انت فاهم ال 200 راح تفهم ال 1200 بكل سهولة، بكل سهولة راح تفهم. حتى ال 300 وال 400 وال 500 راح تفهمها. ليش؟ لان انا عندي السيف 7 هو يعتبر الاساس، يعتبر الاساس هذا ان البي ال سيات البقية اللي جت بعدين. فبدأوا يطورون بيه ويسهلون بعض العمليات، سهلا بعض العمليات. يعني مثلا بالسيف 7 200 اذا تريد تبني فرضا يعني بروجكت خاص بالانالوج، راح تبدي بيه من الصفر، راح تبدي بيه من الصفر. اما بال 1200 وال 1500 عباره عن بلوكه هي جاهزه فقط للانالوج، فقط للانالوج، يعني هي جاهزه مباشره، لا تبني، هي كامله بكل اللي انت بنيته بال 200. فانت بهاي الحاله راح تفوتك فقره يعني ما مفهومه عندك، يعني ما راح تفهم الاساس، ما راح تفهم الاساس. هاي البلوكه اللي موجوده بال 1200 وال 1500 منين اجت؟ فانت الك المفروض تعرف الاساس شلون سوم هاي البلوكه اللي موجوده بال 1200 وال 1500. فلو نلاحظ انه ال 200، فهنا راح نلاحظ بهذا الكورس انه ال 200 هو الاساس، يعني انت تبدي ببناء البروجكت من الصفر، راح تتعلم كل شيء. فانت من راح تروح على 300 وتروح على 400 وال 1200 وال 1500 راح تشوفه جدا سهل، راح تشوفه جدا سهل. فان شاء الله ايضا احنا راح نسوي كورس عملي راح يكون على 300 وال 1200، ال 400 هو نفس ال 300 بالضبط، ماكو اي فرق بيه، يعني نفس البرنامج نفس الاوامر، يعني فقط اختلافات بسيطه. وال 200 ايضا راح نتطرق اليه بشكل عملي، ربما يكون ال 1500 ان شاء الله، بس يعني يراد لها وقت طويل على مود نصل هاي المنتج، يعني كل الانواع من هاي البي ال سي. فاحنا بهذا الكورس راح نتطرق على ال 1000، عفوا ال 200، ال 200 راح نتطرق اليه.
هذا مش إصدار شركة سيمنز، وإن هذا اللوجو هو عبارة عن سمارت ريلي وليس بي ال سي. فإحنا راح نبدأ بهذا البي ال سي، يكون من خلال الستيب 7200. الستيب 7200 قلنا راح نتعلم هسه شلون ننصب البرنامج وشلون ننزله بكل سهولة. ال 200 ال 7200 هذا شكله بأشكال متعددة، يعني هسه مو هذا 200، ايضا اكو 212، اكو 224، اكو 226، اكو 224 اكس بي، فكلها انواع ايضا متعدده، يعني بي انواع متعدده، لكن هي الفرق فقط بالنوع التغذيه وعدد النقاط وامور جدا بسيطه اللي بيناتهم. فالفرق اللي هي راح يكون اما عباره عن مصدر التغذيه او نوع النقاط او عدد النقاط او السرعه، يعني هاي كلها، لكن البرمجه كلها نفس الشيء، فلها تقريبا نفس الشيء بالاس 7200. فالاس 7200 ايضا بانواع، لو نلاحظ هذا راح اقرب لكم اياها، هذا الاس 7 سي بي يو 224 اكس بي، تمام 224 اكس بي. هذا احنا هسه حاليا لا راح نتعلم اجزاء ولا راح يعني، فهذا الاي 7200 بي انواع، هسه مثل هذا 224 اكس بي، هذا اللي هو البورتات اللي هو راح تكون عباره عن مصدر التغذيه، عباره عن عفوا الكيبل اللي راح ابرمج بيه، تمام. هذا الكيبل اللي هو الاس ار 232، تمام، راح يستخدم للبرمجه، واقدر نستخدم هاي حاليا يعني مراحل متطوره راح نستخدمه كمود باس ار تي يو، يعني كنربطه ويا بي ال سي ثاني من خلال هذا الكيبل من استخدام بروتوكول المود باس. فايضا هذا المنفذ هو للبرمجه وربما نستخدمه قلنا بغير امور. لو نلاحظ انه موجود بالاعلى الكيو اللي هي هذا الغطاء، هذا اذا افتحه موجوده به اللي هو المخارج، اللي فوق الكيو هو المخارج، اما بالاسفل اللي هو الاي هي هذا الغطاء، اذا افتحه راح تلاقي عباره عن المداخل، تمام، عبارة عن المداخل والمخارج، هاي عبارة عن مصدر التغذية، وهذا عبارة عن هذا الغلاف، إذا أفتحه إذا راح تطلع لي مكان بورت، يعني أقدر أضيف به اكستنشن إضافية، يعني مثلا انبوت أو اوتبوت، أو أقدر أضيف فيها كارت مال خاص بالإيثرنت، يعني كلها أقدر أضيفها من خلال أفتح هذا الغطاء تلاقي منفذ. وان شاء الله راح نتطرق إليه بالدرس الثاني نشرحها بشكل عملي، يعني هسه حاليا انت ربما ما افتهمت يعني شو اللي يقصده، لكن بالدرس الثاني راح يكون لك بشكل عملي، نشرح كل رمز شنو يعني، وايضا شلون نربط المداخل والمخارج، كلها راح نشرحها بالدرس الثاني. فانت حاليا يعني اطلع عليه واستفاد وسجل بعض الملاحظات المهمه بهذا الدرس. فهذا قلنا السي بي يو الاس 7200 بعده انواع، هسه هذه بالصوره اللي هو ال 24 اكس بي، اكو بس 24، فانت شنو اللي موجود عندك راح ماكو اي اختلاف، ما راح تلاقي اي بها صعوبه ما دام هو ستيب 7200، يعني ما دام فهو هذا الكورس مالته، فاي نوعيه عندك انت تقدر تشتغل عليها بكل سهوله. اما هذا الدي سي دي سي دي سي فهذا عباره عن المصدر التغذيه المفروض دي سي، الانبوت المفروض يكون دي سي، الاوتبوت راح يكون عباره عن الترانزستور، يعني لبعض الانواع تلاقي دي سي دي سي ريلي، يعني المصدر التغذيه دي سي والانبوت دي سي، لكن الاوتبوت عباره عن ريلي، الريلي تقدر تخلي بي اي سي او دي سي، تمام. فانت راح تنزل الكتالوج الخاص بي. فهسه لو نلاحظ هاي الصوره، هاي عباره عن الغطاءين اللي شرحناها، راح ارجع لكم الها عفوا، هاي الغطاءين اذا افتحها راح تلاقي عباره عن تيرمينال اللي هي راح تربط بيها هذا فوق اللي هو الكيو، راح يمثل الاوتبوت، الاي راح يمثل الانبوت، تمام، هاي راح نتعلمها بالدرس الثاني، حاليا فقط اطلع، يعني ما اريدك تدوخ بهاي الشغله، فقط اطلع لي على الدرس، فقط اطلع، الدرس الثاني راح يكون بالتفصيل، يعني بشكل عملي راح نتطرق لها. كيفية التوصيل البي ال سي، شلون احنا راح نوصل اي بي ال سي عندنا، مثل ما اتطرقنا اللي فوق راح يكون الاوتبوت واللي جوه راح يكون الانبوت. هسه من افتح الغلاف اللي ذكرناه راح تلاقي هاي المنافذ، هاي نفس التسميات بالضبط، تمام، فتلاقي الام والال هذا عبارة عن مصدر التغذية للبي ال سي، تلاقيها معزولة ايضا بس واحدة مكتوب عليها ام والال، ام اللي هي السالب
والال اللي هو راح يكون الموجب. هذا البي ال سي نفس اللي موجود عندي حاليا، يعني نفسه بالضبط. هذا عباره عن سي بي يو 224 دي سي دي سي دي سي، يعني عباره عن مصدر التغذيه عباره عن فولتيه دي سي اللي هو لازم يكون 24 فولت دي سي. اما الدي سي الثاني هذا هي عباره عن الانبوت، الانبوت من نوع دي سي. النوع الثالث هذا الدي سي راح يكون عباره عن الاوتبوت. من يقول لك دي سي يعني معناته ترانزستور وليس ريلي. هسه هم راح نشوف انواع. فلو تلاحظ انه ال عباره عن باور سبلاي، ال هو عباره عن الباور سبلاي اللي هي راح يكون الموجب، الام هو السالب اللي هذا الثالث اللي هو الايرث، تمام. باقي الشغلات هي عباره عن الاوتبوت. هاي الاوتبوت لو نلاحظ انه موجود هنا ام 1 ام 1 ال تمام، و2 ام و2 ال تمام. هسه لو تلاحظ هاي شنو معناتها، هاي جاي اقول لك احنا عرفنا انه الام هو شنو السالب والال الموجب، فاجيب السالب والموجب ايضا اجيبها من مصدر التغذيه واخليها وين يعني، او مصدر ثاني يعني، مو شرط انه مصدر تغذيه، الافضل انه تخليها مصدر ثاني يعني منعزل، يعني باور سبلاي تخليه فقط للباور سبلاي، يعني فقط اكو باور سبلاي ثاني يغذي لي هاي المداخل والمخارج، تمام. يعني افصله عن الباور سبلاي اللي موجود هنا، هاي يكون افضل لك واكثر حمايه. اجيب الام اخلي السالب والال اخلي الموجب، فجاب هذا الموجب خلاه بالال، والسالب شوف لو تلاحظ موجود وين، على الام، تمام. خلصنا. اكو ثانيه هسه هذا هاي الام والال فقط يغذي لي الاوتبوت اللي هي هاي 1 0 0 والصفر 1 والصفر 2 والصفر 3 والصفر 4 تمام. اما الصفر 5 والصفر 6 والصفر 7 واللي بعدها راح يغذيها عباره عن 2 ام و2 ال، فهو مقسم لك يعني هاي مو كلها اللي تغذيها تغذي كل المخارج، لا الام 1 ام وال1 ال يغذي لي فقط هاي المخارج اللي هو 1 2 3 4 5 تمام. ال 2M هاي هم نفس الشيء، هم سالب وموجب، لازم اجيب نفس هذا كانما هي نفس اجيبها هنا راح تغذي لي هاي المخارج، تمام. فالعباره عن الموجب راح يكون مشترك اللي هو راح يخرج الاوتبوت، والسالب راح يربط مباشره ويا الكونتكتر او ريلي او اي شيء انت او لامب، يعني اي شيء تريده راح يربط هنا. فطريقه الربط راح يكون يعني احنا بالزيليو اخذنا الدخول مالتها، يعني الدخول مالت النقطه الاوتبوت والخروج مالته اللي يروح للكونتكتر. هنا هو مختصر لك الامر، الدخول والخروج هذين كلهم كانما سوى، هاي الصفر صفر والصفر واحد والصفر اثنين والصفر ثلاثة والصفر اربعة كلهم سوى من خلال الام 1 والال 1 هاي، تمام. فهي كلها سوى، فكلها سوى هاي يعني كلها مجتمعه بهذا الدخل اللي هو الادخال اللي هو ال 1 ام وال 1 ال، يعني ما يحتاج اخلي دخول للنقطة وخروج للنقطة، لا هو فهو بسط لي الامر، فقال لك الدخول انا منطيك اياه من الاي من الار تمام، الار هذا الار راح يغذي لي هاي ويغذي هاي ويغذي هاي ويغذي هاي ويغذي هاي، تمام. فيخرج لي وين، على الكويل مالت الكونتكتر فرضا او كويل مالت الريلي. اما السالب فراح اخذه مباشرة السالب اللي يعني كانما اخذه هو نفس الام، كانما شوف هسه تلاحظ بالرسم نفس الحالة موجودة هنا، وهاي قلنا كلها راح نشرحها بشكل عملي، راح تكون واضحة لك بشكل عملي. حاليا فقط اطلع. اما الاوتبوت، الاوتبوت نفس الحالة، عفوا الانبوت، الانبوت اكو ام 1 ام واكو 2 ام تمام. فاجيب السالب مالت الباور سبلاي هو نفسه، او تيجي قلنا باور سبلاي خارجي يعني اضافي ثاني، فتجيب السالب تخليه وين، اشوف هسه هذا البطارية كانما يمثل باور سبلاي فتخليه وين، بالام 1 ام. ال 2 ام هم نفس الشيء خلي بها سالب، تمام. شوف هسه يقول لك هاي ال 1 ام يغذي لي فقط 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 تمام. هسه راح نعرف هاي شنو 0 1 0 7 كلها راح نتعلمها ان شاء الله. اما ال 2 ام هذا يغذي اللي هو ال 1 0 وال 1 1 وال 1 2 وال 1 3، هاي موجوده قلنا وين موجوده؟ موجوده فقط بداخل، هاي كلها موجوده هنا بالاسفل. شوف هسه الصفر والواحد والاثنين والثلاث هاي كلها موجوده وين؟ بداخل هذا هنا موجوده بالاسفل، تمام. فالام قلنا سالب، اما الموجب راح يجيني من خلال السويتش او البوش بوتوم او الحساس، فهو راح يجيني من خلال هذا السويتشات اللي انا راح اغذي بيها الانبوت. يعني السالب يجي منين؟ من الام. الموجب منين راح يجي؟ راح يجيك من السويتش،
تمام. فأنا من أضغط سويتش راح تيجي إشارة وين على الام 1 عفوا على الزيرو زيرو. أضغط هذا السويتش راح تيجي إشارة على الزيرو 1 إشارة موجبة. أما السالفة هي مربوطة مباشرة داخليا داخل هذا البي ال سي، موجودة مربوطة على الصفر صفر والصفر واحد والصفر اثنين إلى السبعة، هاي الام 1. أما اللي بعدها الواحد صفر والواحد واحد والواحد اثنين واحد ثلاثة يربطها من خلال التو ام مربوطة داخليا، الموجب راح يجيني من هذه السويتشات. تمام، فان شاء الله واضح لكم. وايضا قلنا هاي راح نطبقها بشكل عملي موجود، يعني موجوده بداخل يعني بالمحاضره الثانيه حتكون بشكل عملي. اضافه لذلك البي ال سيات الحلو بيها ال 7200 بنفسها تنطيني باور سبلاي اضافي، يعني هسه مغذيتها باور سبلاي 24 فولت، هنا بالاسفل ايضا ينطيني ام و ال باور سبلاي، يعني هو البي ال سي بي باور سبلاي اضافي حتى لو كان هذا 220، فينطيني 24 فولت دي سي. هنا موجوده في بعض الانواع او الاغلب انه هنا ينطيني 24 فولت دي سي بالاضافه الى الباور سبلاي، يعني انا مغذيته ب 24 فولت، هنا هم ايضا انطاني 24 فولت. ان شاء الله واضحه لكم. بعض الانواع شوف هسه مثل هذا ال 21 221 دي سي دي سي دي سي، نفس الشيء نفس اللي شرحناه قبل شوي، هذا يكون اصغر من عنده وعدد مداخل اقل، نفس الشيء نفس المخطط. لكن هسه حاليا لو تلاحظ انه اي سي دي سي ريلي، يعني مصدر التغذيه المفروض ايش قد؟ اي سي. شوف هسه لو تلاحظ مصدر التغذيه ايش قد؟ من 120 الى 240، هذا يا اصدر اللي هو ال 221. طيب لكن هذا ال 221 شو؟ دي سي دي سي دي سي، هنا 220 اي سي دي سي ريلي، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق اللي هو السيريال نمبر. هذا لو تلاحظ السيريال نمبر مالت البي ال سي تمام يختلف عن هذا، فربما تلاقي نفس الاسم لكن المواصفات تختلف. فانت اذا تريد تروح تجيب بي ال سي تشتري، مو فقط تاخذ هذا الرقم وتقول لي اريد مثلا 221، لا، ربما ينطيك هذا النوع وانت تقصد هذا النوع. فالافضل لك انه تاخذ الرقم الخاص بالبي ال سي اللي انت تريده. تمام، بس هذا ايش قد الدخل مالته؟ عباره عن اي سي، فخله 220 فولت. تمام، شوف هسه تلاحظ بالاسفل اكو باور سبلاي، فانطاني باور سبلاي. الدخل مالته عباره عن دي سي، فشوف هسه عباره عن دي سي، هذا 24 فولت دي سي. الخارج مالته عباره عن ريلي، او تلاحظ شوف حتى مصدر التغذيه شوف خلاه ريلي، عفوا اي سي. ليش؟ لانه عباره يقول لك اي سي، يعني فربما يكون دي سي او اي سي. شوف حتى هنا خلى لك خط وهنا العلامه مالت الاي سي، فانت تقدر تخلي بي اي سي او تقدر تخلي بي دي سي. تمام، لان عباره عن نوع ريلي، فعباره هم اكو ال والان، فالال تخلي بي الموجب والان تخلي بي السالب. تمام، وراح يخرج لك اللاين والنيوترال راح يكون مشترك على الكويلات مالت الكونتكتر، وهذا نفس الحاله اكو ال واكو ال هنا هم يغذي لي هاي النقاط، والال هاي الاولى راح تغذي لي هاي النقاط. الخارج عفوا الدخول راح يكون من الاسفل، نفس هذا نفسه بالضبط، ماكو اي فرق. واكو بعض الانواع لو تلاحظ هسه حاليا هذا نفس الشيء، هم 224 204 سي بي و 224 اي سي دي سي ريلي. تمام، فالباور هنا ما تحتاج باور سبلاي، لان تحتاج فقط 220 فولت تغذي بيها البي ال سي، وايضا راح ينطيني 224 فولت كباور سبلاي اقدر اغذي استخدمها لهاي النقط. لكن ما انصح بها هاي نهائيا تستخدمها الا بحاله الضروره، يعني فحص او يعني تسوي تيست للبي ال سي تستخدمها، لكن بالطبيعي ما تستخدم هاي كباور سبلاي، لان اذا صار عندك لا سمح الله شورت هنا او خلط خطا بالربط راح يضرب عندك السي بي يو. فالافضل انه هاي تستخدمها فقط للحاله الضروريه. تمام، فقط للحالة الضرورية او يعني فقط التيست. احنا بهذا الكورس راح يكون الحلقة مالتنا متقسمة الى جزئين، راح عملي وشغلات نظري. النظري يعني نفس هاي اللي هسه حاليا شرحناها اللي هاي بهذا الدرس. فمكونات الكورس راح يكون عبارة عن 95% تقريبا، من يعني 95% او ازيد راح يكون عبارة عن برمجة وتطبيق عملي، برمجة وتطبيق عملي. حاليا كملنا الشرح الخاص بهاي الحلقة اللي هي تعتبر كمقدمة، هسه راح انتقل الى كيفية تنصيب البرنامج. خليك ويانا، هسه راح نبدي بطريقة تحميل البرنامج. طريقة تحميل البرنامج جدا سهل، يعني فقط تكتب على الجوجل
انه ستيب 7 مايكرو وين. تمام، داونلود. تلاقي اكثر من موقع، هو فري يعني، يعني بالاخير صار فري، فتنزله يعني من اكثر من موقع تقدر تنزل البرنامج. فهسه مثل هذا الموقع تقدر تنزل من عنده البرنامج بكل سهولة. تمام، شوفوا حتى الخطوات شارح لك اياها بالتفصيل، شارح لك اياها بالتفصيل شلون تنزل البرنامج. اخر شيء قايل لك اذا تريد تنزل البرنامج بان هنا اضغط على هذا اللينك. تمام، كليك ايمن. ف هسه بدأ ينقل لي الى البرنامج، انطي تنزيل، انطي شوف على اي حال. تمام، انت تقدر تنزل من اي موقع يعني مو صعب. شوف بدأ ينزل عندي هذا البي ال سي. تمام، وايضا اذا كان عندك نظام 32 تقدر تنزله من خلال هذا الرابط. تمام، انت اذا عندك نظام 64 من هنا او 32 من هنا، ورا ما تنزل البرنامج لازم تنزل ويا السيموليتر اللي هو المحاكي، لان الاغلب اللي يتابع ربما ما عنده بي ال سي حقيقي. فهنا شنو خش ما يعني لازم يستفاد من هذا الكورس، ايضا موجود سيموليتر على مود يحاكي البي ال سي الحقيقي، ايضا ما راح يشوف ربما يعني ما راح يشوف اختلاف كبير بين العملي والمحاكي. فانت الافضل يعني اذا ما عندك بي ال سي تنزل هذا المحاكي، وايضا هذا الرابط تنزله ماكو اي مشكله به. فنزل عندك، شوف هسه نزل عندك البرنامج ونزل عندك المحاكي. المحاكي حجمه جدا بسيط، هسه شوف حتى اذا تفتحه مباشره سيموليتر هذا، شوف بي باسورد. الباسورد هسه ايضا راح اكتب لكم اياه يعني بالوصف هنا موجود بالموقع، عفوا شفته بالموقع. هذا الباسورد، شوف باسورد تنسخه. لو افتح السيموليتر، لان السيموليتر تحمل لان حجمه جدا بسيط. شوف هذا، انطي كنترول في، انطي اوكي. شوف هسه انفتح عندي السيموليتر يعني قبل الباسورد. هسه شوف فتح عندي الكود، فتح عندي الكود مالت البي ال سي. فانا راح اكتب لكم، ربما يختلف، فانا راح اكتب لكم السي بي يو، عفوا السيموليتر، وايضا راح اكتب لكم الباسورد مالت البرنامج، يعني اثنيناتهم راح اكتب لكم الباسورد مالته. بعد ما تنزل عندك هذا البرنامج ستيب 7 مايكرو وين فيرجن 4، انت اكتب، حتى لو تكتب هذا وقلنا تنزله من غير موقع ماكو اي مشكله، فقط عباره عن برنامج خفيف جدا. راح انزله من هنا، اخليه داخل هذا البروجكت. تمام، على مود افتح الضغط، افتح الضغط. تمام، بدا يفتح عندي الضغط مالت البروجكت. هسه فتح الضغط مالت الملف، افتح الفولدر، بعدها افتح من هنا ستيب 7. تمام، من هنا سيت اب، راح يبدي ينصب برنامج بكل سهوله يعني ما بي اي تعقيد، فقط برنامج سهل جدا، تنصيب جدا سهل يعني مجرد تنصيب عادي ما حال اي برنامج. فانت هنا لازم ترفع النسخه القديمه وبعدين ينصب من جديد، انت راح تطلع لك نيكست وتنصبه بكل سهوله. ان شاء الله استفاديتوا من هاي الدرس. ان شاء الله الدرس الثاني راح نتعلم على بعض المكونات الخاصه بالبي ال سي بشكل عملي، وشلون التعامل معها وكيفيه ربطها، وان شاء الله تستفادون من عليه. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية الفيديو، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.